السلام عليكم. الموضوع المهم في هذه المحاضرة اللي هو المايكلسون انترفيروميتر. ذا مايكلسون انترفيروميتر فير ديزاين باي ألبرت مايكلسون. هذا هو المخترع مالته ألبرت مايكلسون عام 1881. طبعا هذا الجهاز أدى دور حيوي في تطوير الفيزياء الحديثة، وكان له دور أساسي في إثبات النظرية النسبية الخاصة لأينشتاين، حيث استخدمه يعني مو بوقته ولكن في وقت النظرية النسبية استخدمه اللي شنو detect and measure hyperfine structure للتحسس وقياس التركيب الدقيق أو فوق الدقيق للخطوط الطيف. أوكي، فهذه من ضمن التطبيقات اللي المايكلسون انترفيروميتر. نجي للموضوع الأهم اللي هو principle. مبدأ عمل مايكلسون انترفيروميتر: When a beam of light is incident on a beam splitter، عندما تسقط حزمة من الضوء على مقسم حزم beam splitter، it split or it splits up into two beams، راح تنقسم إلى حزمتين. One is directed toward a fixed mirror، واحدة تروح باتجاه شنو مرآة ثابتة. And the other، الحزمة الثانية is transmitted toward، تنتقل باتجاه another movable mirror، إلى مرآة ثانية متحركة. The two beams are reflected from the mirrors، هذين الحزمتين اللي انقسمن وسقطن على المرايا راح تنعكس من المرايا. And are subsequently recombined، سوف تتراكب أو تتحد على التوالي to produce an interference pattern، حتى تنتج نمط تداخل بسبب تغير المسار أو تغير الطول. إذن هذا المبدأ اللي حكيناه احنا قبل قليل. التركيب لمدخال مايكلسون هذا هو الشكل اللي يكون لك مدخال مايكلسون. Construction: A schematic diagram، مخطط لمدخال مايكلسون مبين في الشكل 1.17. هذا الشكل 1.17. It consists of an extended light source، مكون من مصدر ضوئي، قلنا مو شرط يكون أحادي الطول موجي، ممكن يكون diffuse. A partial coated glass plate، لوح زجاجي الشبه مغطى او شبه مطلي اللي هو الجي 1. اوكي، كولد بيم سبليتر اللي هو البيم سبليتر مقسم الحزمه اللي هو هذا بالمنتصف الجي 1. تو هايلي بولشد بلين ميررز، مرآتان مستويتان عاليتا الصقل اللي هن ام 1 وام 2. هذه ام 1 بالاعلى اللي موقعها اكس 1، وهذه الام 2 اللي هي مواجهه للمصدر الضوئي. هذه طبعا تكون ثابته، الام 2 تكون ثابته. بالاضافه الى ذلك، كومبنسيتنج جلاس بليت، لوح زجاجي معوض اللي هو الجي 2. هذا هو الجي 2 بالرسم اللي هو موجود امام المراه الثابته اللي هي الام 2. اوكي، اند تلسكوب اللي هو هذا التي اللي موجود بالاسفل اللي هو عين الراصد، يعني المسدد هذا اللي راح تشوف من عنده. The glass plate G1 is placed at an angle of 45 to the direction of AM1 and AM2. هذا اللوح المقسم للموجة أو المقسم للحزمة حقيقة، أوكي، هو راح يكون بزاوية مقدارها 45 درجة عن الضوء الساقط، يعني من يسقط عليه الضوء راح يسقط بزاوية 45، أوكي، ويتجه بالاتجاهات اللي هي AM1 ويتجه باتجاه AM2 which are perpendicular to each other، يعني المرآة M1 و M2 زاوية بيناتهم 90، تشوفوهم متعامدة. The mirror is mounted on a fine pitch screw، هذه المرايا طبعا المتحركة موضوعة على سكة حديدية، يعني تحتوي على لولب أو تحتوي على برغي بحيث تقدر تحركها باتجاه واحد، يعني بشكل ثابت يعني. أوكي، having at least count of about 10 to power minus 5 سنتيمتر، وأيضا تقدر تغير شوية بالزاوية مالتها خاف أكو يعني انحراف أو هاي، فتقدر تتحرك على سكة حديدية. أوكي، وتقدر شوية تعدل بالضبط اتجاهها بحيث تكون عمودية 100% مع الام 2. The mirror M1 can be moved parallel to itself، الام 1 واضح من الرسم لها موقع ثاني هذا المنقط، فهي تقدر تتحرك باتجاه الامام وتقدر ترجعها لموضعها الاصلي. اوكي،
The mirrors M1 and M2 are provided with level fixing screw. Then طبعا متوازنات يعني موجودات على ستاند خاص يعني وقلنا ممكن نتحكم بها هذه المرآة M1 و and fixing screw يعني مثل البرغي يعني موجود حتى تقدمها وترجعها. The mirror can be made exactly perpendicular to each other or any other desired position. طبعا نقدر نضبطها على موضع عمودي 100%. اوكي لان قلنا هي اكو بيها برغي بحيث يقدر يحرف لك اياها وهي بمكانها يعني بس يحرف الزاوية مالتها. فهذا التركيب هو تركيب مايكلسون انترفيروميتر. الان نجي الى مبدأ العمل او شلون يشتغل هذا الجهاز يعني الوركينج العمل. A light beam from the source S. حزمة ضوء تسقط من المصدر S. Falls on the beam splitter G1. تسقط على مقسم الحزمة اللي هو G1. هذا G1 splits into two perpendicular beams. راح يقسم لك الحزمة إلى حزمتين متعامدتين. واحدة تروح باتجاه AM1 باتجاه المسار AM1 يعني باتجاه المرآة الأولى. والحزمة الثانية تتجه باتجاه AM2 of equal intensity وبنفس الشدة. The light beam حزمة الضوء اللي هي SA اوكي يعني الاي راح يصير هو الموضع مال الجي 1 is partially reflected at the back of the glass plate راح تنعكس جزئيا او تنكسر شويه is partially refracted راح تنكسر قليلا على الجي 1 اللي هي السبليتر اوكي to produce the beam AM2 حتى تنتج الحزمه AM2 يعني اذا نرجع للرسم تلاحظ انه هذا يعني شويه هذه الزاويه مالته هذا الشعاع يرتفع نحو الاعلى اوكي ينعكس وهذا الثاني ينكسر شويه لان راح يمر في هذا اللوح الزجاجي فاختلاف في معامل الانكسار عن الهواء شويه ينكسر عن مساره اوكي حتى يسقط على الام 2. The two beams are then reflected هذين الحزمتين بعدين راح شنو تنعكس راجعه ترجع نفس مسارها الاصلي along their original path by two separate mirrors بواسطة مرآتين منفصلة اللي هن الام 1 والام 2 which are located at different distances والتي وضعت هذه المرايا في مسافات مختلفة from the beam splitter عن مقسم الحزمة يعني بعد الام 1 عن مقسم الحزمة ما يساوي لك البعد مال الام 2 عن مقسم الحزمة زين بعد شنو اللي يصير عندنا؟ The reflected beam M1 الحزمة المنعكسة عن المرآة M1 will be transmitted through G1 يعني هي سقطت على G1 وانعكست وين؟ انعكست على M1 بعدين تنعكس من M1 ترجع مرة ثانية على G1 فكأنما شنو مرت مرتين للجي 1 with the reflected beam M1A1 يعني بنفس المسار suffers reflection at the back of G1 بس معانية من شنو انعكاس في السطح الخلفي للجي 1 and both reach telescope T وبعد ذلك شنو راح توصل للحزمة او توصل الى التلسكوب اللي هو T يعني شنو هذا المصدر الضوئي تسقط الحزمة على الجي 1 تنعكس من الجانب الخلفي للجي 1 اوكي راح تروح للمرآة M1 وانه بترجع بنفس المسار تدخل مرة ثانية للجي 1 وتنفذ وتروح للتلسكوب اذا هذا الحزمة الاولى لذلك التلسكوب receive two reflected beam which are originally derived from the same source فراح يستلم شنو حزمتين من نفس المصدر الضوئي so that these are mutually coherent فبالتالي انه راح يصيرون متشاكهات اوكي اذا الحزمتين راح يصيرون متشاكهات The two beams M1AT والM2AT will interference هذين الحزمتين راح شنو راح يتداخلا ويحصل على أهداب تداخل وين في مجال الرؤية للتلسكوب This process is known as interference by division of amplitude هذه تسمى بالتداخل بسبب تقسيم السعة الآن شو نلاحظ It should be noted that The beam reflected to the mirror M1 إنه الحزمة المنعكسة على المرآة M1 passes through G1 راح تمر لثلاث مرات خلال المقسم الحزمة اللي هو G1 يعني شلون راح تمر ثلاث مرات يعني تسقط الحزمة هاي مرة أولى
تنعكس مرة ثانية من عندها، هاي صار مرتين، تروح للمرأة M1 وترجع مرة ثانية تدخل بالجيوان، صارت 3 مرات. فهذه الحزمة الأولى دخلت بالجيوان 3 مرات، أول مرة، ثاني مرة، ومن ترجع من الأموان اللي هي 3 مرات. أوكي، صار المسار مالته كأنما 3 مرات دخلت بالجيوان. three through G1 while the beam AM2، بينما الحزمة AM2 passes only once through G1، دخلت فقط مرة واحدة خلال G1. شلون دخلت مرة واحدة؟ لأن هي سقطت عليها وصار بها انكسار، فنفذت من G1 سقطت على M2 ورجعت على السطح الخلفي للG1 وانعكست، يعني ما دخلت مرة ثانية بالG1، من السطح الخلفي للG1 هي انعكست وراحت للتلسكوب، فبالتالي هي مرت مرة واحدة، يعني المسار AM2 كان مرة واحدة نفذ خلال G1. فصار عندك، صار عندك هاي الحزمة اللي راح للM1 مرت 3 مرات بالG1، والحزمة اللي انكسرت داخل G1 وراحت للM2 مرت لمرة واحدة فقط. فصار عندك، صار عندك فرق بالمسار البصري كلش كبير يعني بيناتهم. زين، لذلك a compensating plate G2، لذلك لوح معوض أو معوض اللي هو G2 إلى نفس سمك G1، نفس السمك. ليش نفس السمك؟ حتى يطلع عندي نفس المسار البصري. is placed exactly parallel، يوضع بشكل مضبوط موازي لمن؟ للG1. G2 يوضع بشكل موازي للG1 to equalize the two paths، حتى شنو؟ يعادل لك الفرق المسارين. ليش؟ لأن الحزمة ايش راح يصير بها؟ نفذت من G1 دخلت إذن مرة واحدة، إنه بترجع تدخل بالG2 هاي صار مرتين، تسقط على M2 وتنفذ مرة ثانية من G2 صارت 3 مرات، لأن G1 والG2 لهم نفس السمك، فبالتالي الحزمتين اللي راحة على M1 واللي راحة على M2 تقريبا قطعت نفس المسار البصري، نفس المسار. When we look into the beam splitter، من نلاحظ أو نشاهد مقسم الحزم من خلال التلسكوب، ايش راح يظهر عندك؟ There appears both the mirror M1 and the virtual image of M2 prime، راح يظهر عندك كأنما مرآتين، المرآة الأولى اللي هي M1 والصورة الوهمية للمرآة M2 prime اللي هي الصورة الوهمية للمرآة M2 اللي هي هذه كأنما موجودة، هذه M2 prime اللي هي منقطة ومجاورة للM1 وتبعد مسافة مقدارها دي، يعني X1 ناقصا X2 أو X2 ناقصا X1 هي المسافة بين المرآة الحقيقية M1 والصورة الظاهرية أو الصورة الوهمية M2 ل M2 برايم اللي هي الصورة الظاهرية أو الوهمية للمرآة M2. which are separated by distance D يساوي X1 ناقصا X2، هذه المسافة اللي هي بين المرآة الحقيقية M1 والصورة الوهمية اللي هي M2 prime. لذلك the two interfering beams، لذلك فإن الحزمتين المتداخلتين reflected by the mirrors M1 and M2 appears as reflected، تبدو كأنها منعكسة من M1 و M2 prime، كأنما جايات اثنينهن من نفس الاتجاه من M1. Hence the Michelson interferometer is equivalent، في هذه الحالة مايكلسون انترفيروميتر راح يصير مشابه أو مماثل لثين اير فيلم، لفيلم أو غشاء رقيق من الهواء، بالضبط يصير مثل الغشاء الرقيق كأنما. وين هذا الغشاء الرقيق؟ بموجود بين M1 وبين M2 برايم، enclosed between M1 and M2 برايم. See figure 1.17. The path difference between the reflected beams depends on the separation، فرق المسار بين الحزم المنعكسة يعتمد شنو؟ separation between M1 and M2 prime، على المسافة الفاصلة بين M1 و M2 prime and the inclination of M1 and M2 prime respectively، وعلى شنو؟ الميل اللي بيناتهم، مش قد الزاوية بيناتهم، هل هم متوازيان 100% لو شوية اكو بيناتهم فرق. طبعا نتحدث عن مرآة حقيقية وعن صورة وهمية لمرآة اخرى. The interference fringe may be straight، ممكن أن تكون أهداب التداخل عبارة عن خطوط مستقيمة أو circular، دائرية and parabolic أو بيضاوية
مدخال مايكلسون ينتج لك 3 انواع من التداخل، من انماط التداخل، يا اما اهداب مستقيمه، يا اما اهداب دائريه، يا اما اهداب بيضاويه. هذه هي سيركولار فرينج. يمتى تحدث سيركولار فرينج؟ if the two mirrors M1 and M2 are exactly perpendicular، اذا كانت المراه الاولى والثانيه بالمية هي متعامدة. The reflecting surfaces M1 and M2 prime is parallel. بالتالي المرآة M1 والصورة الوهمية M2 prime تكون متوازية. يمتى تكون متوازية؟ إذا الـ M1 والـ M2 متعامدة 100%. فبالتالي air film between M1 and M2 prime is constant thickness. راح يصير السمك مال الغشاء الهوائي بين المرآة M1 و M2 prime راح يصير متساوي. فراح ينتج عندك شنو؟ circular fringes of equal inclination، بانحراف متساوي، يعتمد على فرق المسار او different values of theta، على فرق الزاوية theta، حسب هذا الشكل 1:18 circular fringe produced by Michelson interferometer. هذا النوع من الاهداب شي يسموه Heidinger's fringes، يسموها Heidinger's fringes. To view these fringes with monochromatic light، حتى نحصل على هذه الأهداب مع ضوء أحادي اللون، the mirror must be almost perfectly perpendicular، لازم بشكل مثالي متعامدة. The conditions for constructive and destructive interference pattern can be understood from figure 1:19. شرط التداخل البناء والإتلافي ممكن أن نوضحها بهذا الشكل.